انت مين في كلمة واحدة؟ كلمة واحدة توصفك. عادي يعني زي احد، مش لا ليه زي زي احد؟ انا الحمد لله يعني زي مش حاجة فلتة مثلا، لا كلمة توصفك، كلمة ابرز صفة فيك مثلا انت شايفة ايه؟ طيب يعني. لا هو انا هحكم في الاخر اكيد، بس يعني مثلا في ناس شايفة نفسها ذكية، ابرز حاجة فيها ذكاء. كله طبيعي اشوف نفسه ذكي. لا خالص، لا والله كله بس اشوف مش نفسه ابرز ذكي، حاجة. مش ابرز حاجه بس كله طبعا. تسالي انت مثلا ذكيه ولا مش ذكيه؟ اه ذكيه طبعا، ايوه فطبيعي. بس مش ابرز حاجة. يعني ممكن حد يشوف نفسه في صفة كده ابرز حاجة فيه ذكاء مثلا. انا بشوف مثلا نفسي ان انا ايوه هي دي. ما بحبش اتكلم كتير قوي، اه يعني على قد القد مثلا، لكن ده بقى قدام الناس، لكن حد مثلا واخد عليه هزار هنتكلم يعني، بتتكلم اتكلم بترغي. معاه بس مش كتير برضه، انا اه ما يعني انت بتكلمش اصلا كتير، مش ما بحبش بتتكلم. اتكلم اه كتير يعني، ما بحبش اتكلم كتير، بحب بقى ايه اسمع استفاد من، طب ما ده ذكاء على فكرة. ممكن. يعني ممكن تبقى حويط كمان، يعني تسمع كده وبشتغل في صمت، لا بشوف مش ان ده مثلا يعني مش عايز تقرب حد منك قوي للدرجات دي لا ولا. بالعكس، انا ناس كتير قوي قريبه جدا مني، انا بحب اقرب من الناس، بس انا بقى ايه، في مثلا انت مثلا بتشوفي شخص معين او اشخاص معينين بترتاحي معاهم في الكلام، في القعده معاهم، في انك تتكلمي معاهم وتشرحي لهم حياتك، ولو في مثلا مشكله عندك بتكلميهم بيكلموا كده. بصراحة لو في حاجة هتغيرها في شخصيتك هتكون ايه؟ حاجه اغيرها في شخصيتي؟ هو اكيد في حاجات كتير، بس انا مش أبرز حاجة برضه هو في انا، حاجات كتير لا هتغيرها في انا شخصيتك. دايما بشوف مثلا يعني دي حاجه شبه كويسه فيا، ان انا مثلا بتقبل النقد، حد ينتقدني، حد يقول لي في حاجه وحشه انت بتعملها، فبشوف ايه مثلا الحلو واعمله، يعني بشوف ايه الخطا ان انا عملته واتعلم مثلا واعمل الصح. ده بشكل عام ولا في صفاتك الشخصية؟ لا في كل حاجه يعني أنت بشكل شخصية عام. متغيرة، اه يعني لو حد قالك مثلا لا أنا ما عجبنيش فيك كده هتغيرها. بس لو انا شايف انها غلط، لكن لو انا شايف انها صح هو شايف انها غلط، لا انا صح. اه أنت صح. اه طب ايه الحاجة اللي أنت شايفها ساعات لازم تتغير؟ ان انا مثلا ما كذا حد قال لي كده مثلا، ما بعرفش ايه ازين الكلام اللي في قلبي، اروح جاي دبش على طول طب ما ليه، ده دي حاجة بد في جميلة الوش. جدا. فكذا حد يقول لي انت بص هو ده كويس مش وحش، بس انت لازم ايه، مش مع كل الناس، مش كل حاجه هتقال يعني، في ناس لما تصرحيها بكده مثلا تزعل تعمل، بس انا بقولك عشان مصلحتك مش عشان حاجه يعني، يعني انا مش هقول لك حاجه تاذيك، انا بقول لك اللي انا شايفه وجهه نظر، ممكن تبقى انت شايفها صح وممكن شايفها غلط، بس فدي حاجه ترجع للشخص اللي قدام مش ليا. بصراحة امتى آخر مرة عيطت؟ امتى اخر مره عيطت؟ لا من فتره الصراحه، فترة قد ايه؟ انا من النوع اللي انا ايه دموعي مش قريبه يعني، بتمالك نفسي ده من فتره مش كبيره يعني، سنه كده مثلا، فاكر ايه السبب؟ كان حاجات كده ومشاكل، ومن كتر وكنت مضغوط ساعتها، فمن كتر ده ما عيط في الكورة؟ في الكوره وبره الكوره، وطبيعي يعني ضغوطات الحياه، مفيش حد بيعيش من غير ضغوطات. عيطت وانت قاعد بقى في الأوضة لوحدك لا مع وكده؟ نفسي، انا مع نفسك؟ ما بعرف انا